مرحبا بكم في نظام ألتيما البي اي. نقدم لكم في هذا الفيديو تقنية السبلتنج الرائدة لدينا. يستخدم السبلتنج التقسيم بنجاح من قبل ما يقرب من 3 ملايين من مستخدمين حول العالم. تتيح هذه التقنية للأشخاص تحقيق الربح دون الحاجة إلى معدات باهظة الثمن أو معرفة عميقة حول البلوكتشين. ولدرجة السبلتنج يكفي أن يكون لديك هاتف ذكي مثبت عليه تطبيق سمارت وولت. ما هو السبلتنج؟ يتيح السبلتنج التقسيم للمستخدمين الحصول على مكافآت في العملات الرقمية في سمارت وولت خاصتهم. في الوقت الحالي السبلتنج بالمكافآت متاح في ألتيما. يمكنك طلب المكافأة مرة واحدة كل 24 ساعة، وستصل المكافأة إلى عنوان محفظة ألتيما خاصتك في سمارت وولت خاصتك خلال لحظات عدة، وتكون متاحة للاستخدام على الفور. سنخبرك بالمزيد حول ما هو مطلوب للحصول على المكافأة. كيف يعمل السبلتنج؟ وما هو توكن سبلت؟ وما هي المجمعات؟ يكمن سر السبلتنج في مجمع السيولة، وهو نظام لا مركزي مغلق ومستدام ذاتيا. في واقع الأمر، مجمع السيولة عبارة عن محفظة كبيرة للعملات الرقمية، وتحتوي على عملات رقمية مجمدة لعقود إلى الأمام. هذه المحفظة لا مركزية وليس لها مالك بالضبط ما هو، وهي مملوكة من قبل البلوكتشين فقط، ويمكن فقط للبلوكتشين التصرف في التوكنات المخزنة في الرصيد في هذه المحفظة الضخمة. يصدر البلوكتشين المكافآت من المجمع وفقا للقواعد الواضحة للعقد الذكي، ويحتوي العقد الذكي خوارزميات على قاعدة معينة لمكافأة المستخدم الذي يجلب له السيولة، ويتحدد الحق في الحصول على المكافآت من خلال أسهم خاصة تعرف باسم السبلتات أو التقاسيم. السبلتات هو نوع من التوكنات ذات غرض واحد فقط، وهو تحديد حق المستخدم في الحصول على المكافأة، ويتوزع كل يوم عدد معين من توكنات ألتيما في المجمع، ويتم تقسيمه على العدد الإجمالي لتوكنات سبلت بين المشاركين. كلما زاد عدد السبلتات لدى المستخدم زادت مكافأته. كما ترى أن الأمر بسيط جدا، لكل سبلت يحسب البلوكتشين مكافأة يوميا وفقا للعقد الذكي المبرم. هذه المكافأة ليست محدودة بالوقت، حيث سيتمكن أبناء وأحفاد أصدقائي أصحاب التوكنات السبلت اليوم من الحصول على التوكنات غدا. يوجد الآن العديد من المجمعات العاملة في البلوكتشين، كل منها يوزع المكافآت بين المشاركين في هذه المجمعات. كيف يتم توزيع المكافآت بين المشاركين في المجمع الواحد؟ يعتمد حجم المكافأة الموزعة على وقت تخزين السبلت في المحفظة وفترة الهالفنج المعتمدة لديه. الهالفنج، عملية التنصيف، هو عملية تخفيض العروض الواردة من توكنات ألتيما إلى السوق إلى النصف بشكل مستمر. يكمن الهدف الأساسي من الهالفنج التنصيف في احتواء تضخم العملة الرقمية عن طريق تقليل إصدار التوكنات الجديدة. واعتماد على نوع المجمع، يحدث التنصيف مرة واحدة في العام أو كل 6 أشهر. في الوقت الحالي يوزع كل مجمع 25 توكنا يوميا بين المشاركين بما يتناسب مع عدد السبلتات لديهم، ويتم تقسيم هذا المبلغ على العدد الإجمالي لتوكنات سبلت لدى المشاركين، وتضرب القيمة الناتجة في عدد توكنات سبلت لمستخدم معين، وينعكس الرقم النهائي في عمود My Estimated Reward، وهذه هي المكافأة التي يحصل عليها المشارك. كما ترى أن هذا الشيء الأمر بسيط جدا ولا يوجد فيه أي دجل وكذب. بعد التنصيف التالي، الهالفنج التالي، تنخفض القيمة إلى النصف، وتستمر في الانخفاض حتى تصل إلى توكن واحد يوميا، وهذا يعني أن حجم المكافأة سينخفض أيضا، ولذلك من المنطقي الانضمام إلى المجمع في أقرب وقت ممكن. كيف تبدأ بالسبلتنج؟ خطة خطوة بخطوة. الأمر بسيط. أولا، قبل كل شيء لا بد من اختيار المجمع. باختيار المجمع يتعين عليك إبرام عقد سبلت. لإبرام عقد سبلت تحتاج إلى اختيار باقة بالخصائص المناسبة في حسابك الشخصي على موقع ديفيو. تختلف الباقات من حيث عدد السبلتات التي يحصل عليها المستخدم بعد إبرام العقد الذكي. بعد دفع ثمن الباقة، يتعين عليك سحب توكنات سبلت المسلمة إلى سمارت وولت خاصتك، ويمكنك المطالبة بمكافأتك الأولى بعد 24 ساعة. بعد طلب المكافأة سيتم إطلاق عداد جديد للعدد التنازلي، وبعد 24 ساعة أخرى ستتمكن من الحصول على المكافأة التالية، وهكذا دواليك.
ماذا تفعل بالمكافأة المستلهمة؟ يمكن بسهولة الاستفادة من الألتيما التي تم الحصول عليها من التنصيف بطرق مختلفة، مثل البيع في البورصة أو في مدخل داخلي، السحب العملات الورقية، التغيير والتحويل إلى بطاقة الخصم ألتيما والإنفاق فيها في أي بلد في العالم تقريبا، شراء السلع المادية من الأسواق الداخلية للنظام الإيكولوجي، أو إبرام عقد ذكي آخر وبالتالي تزيد مكافأتك المستقبلية. كما ترى كل شيء بسيط وشفاف عندنا. كن جزءا من اقتصاد ألتيما سريع النمو وابدأ في كسب المكافآت من خلال تقنية التنصيف سبليتينج، وانضم اليوم إلى ملايين المستخدمين الذين اختاروا ألتيما لتحقيق أرباح في سوق الكريبتو. شكرا لك، مع السلامة.